تعتبر ضيفتنا واحدة من القليلات اللي مارسوا فن الباليه في السعودية. بدأته هي عمرها 8 سنوات في الرياض، ووصلت لمرحلة إنها هي صارت بتقدم دروس الباليه، والتحقت بأكاديمية جدة للباليه، والحلو أكثر إنها صارت متمكنة لتعليم الباليه لأطفال الذين يعانون من متلازمة داون. ماشي. طبعا إحنا بنتكلم عن رنا محمد مدربة الباليه. أهلا بكم رنا. أهلا رنا. في البداية السلام عليكم. أهلا فيك حبيبتي رنا. في البداية قدمي لنفسك بالطريقة اللي أنت حابة تقدميها للجمهور. طيب، هو أنا الحين أقدر أقول عن نفسي أنه إنسانة فعالة. أكثر شيء أحبه في نفسي أنه على طول أدور على شيء جديد أقدر أسويه، فهو أعتقد أنه هذا الشيء جاء من الصغر، وكان السبب الأساسي بالتحاقي للباليه أنه كذا بدور، أنه كطفلة بدور على شيء، الفستان المنفوش والشعر المرتب وزي كذا، وبعدين أنه كذا يتطور، فحب أنه أدور على شيء جديد وأطوره. وشيء حلو. يعني يا رنا، ذكرت غزل في تعريفها لك أنه أنت أصبحت متمكنة في تعليم الأطفال الباليه اللي بيعانوا بالذات من متلازمة داون. حدثيني عن هذه التجربة معاهم، بحكم أنها تجربة جدا رائعة منك وإنسانية طبعا وعميقة. شكرا. هو هذا الشيء بدأ من البداية عشان المدرسة، كان مشروع تخرج. فلما كنت بفكر على فكرة مشروع التخرج حقي، ايش ابغى اسوي؟ فتذكرت حادثه صارت لما كنت صغيره. كنت واحده من الحفلات اللي سووها في الرياض، بعدها نزلت على اهلي وزي كذا بسلم عليهم، وواحده من الاطفال جتني وقالت لي انه اتمنى التحق في شيء زي كذا. وقلت لها انه يمكن لما تكبري وزي كذا، وقالت لي بس انا مو زيكم. هذه الطفله كان عندها تلازم الداون، وكطفله انه ما كنت اقدر اسوي شيء في هذا الموضوع، لكن لما كبرت قلت انه لا خلاص حبدا اطور في نفسي، والتحقت في جده باليه اكاديمي في جده. ممتاز. واخذت شهاده التدريب، وبنفس الوقت لما كنت باخذ شهاده التدريب كنت بشتغل على مشروع التخرج اللي هو كان تعاون مع مركز العون. اني انشئ اول برنامج في السعوديه لاطفال ذوي تلازم الداون. يعني ما شاء الله عليك يا رنا، كان من انت صغيره كنت حابه تدخلي هذا المجال، كنت بتدوري على الفستان المنفوش والشعر المرتب، بعدين حبيتي تطوري من الموضوع. خليني اسالك، من لما بداتي الى الان ايش الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبات، هو الصراحه انا ما اشوف انه كان في صعوبات في الموضوع، انه في النهايه انه كنت طفله وكنت قاعده اسوي هوايتي، فما اشوف انه كان في صعوبات بالموضوع، خصوصا انه اهلي كانوا جدا داعمين لهذا الموضوع. الحمد لله. حلو. طب رنا، شعورك ممكن اقدر اقول انه في تفضلي طب رنا، شعورك لا اقدر اقول انه في ناس ممكن يشوفوا انه مثلا ايوه لا كملي تفضلي طيب رنا، شعورك وانت مدربة باليه سعودية مرخصة؟ يعني احنا نعرف انه رياضة الباليه ما هي من الرياضات السهلة، ومو اي، خلينا نقول اي فتاة بمواصفات تقدر انها تكون راقصة باليه. فايش كان احساسك وانت اول مدربة او مدربة مرخصة للباليه في السعودية؟ شوفي، هذه المعلومة انتشرت بس انه هو غلط. انا لست اول مدربة باليه في السعودية. وهذا الشيء كان في غيري من زمان في الرياض. انا كنت في برنامج في كينيتيكو، وهو عشان وجود غيري قدرت اطور في الموضوع، وقدرت انه انشأ مشروع التخرج. حلو. رنا كمان حلو انه اكون من الاقلية لكن لست الاولى. تمام. ايش كنت حابه تقولي الغزل وقعدت تضيفوا بعض؟ كنت بقول انه في ناس يشوفوا انه مثلا عشان في السعوديه الحجاب، اللبس، العادات، التقاليد ممكن يحد، لكن انه طبعا انا غرضي لست انه ارقص في مكان وزي كذا، غرضي مدربه واني استعمل هوايتي
في تطوير المجتمع، في انه بابسط شيء اني ادرب ناس ما يشوفوا هذه الفرصه في كل مكان، انه اعطي الامل في مثلا اطفال ذوي تلازم الداون. وايش كان الجديد اللي انت قدمتيه في البالي عندنا في السعوديه؟ انه قدمت اول برنامج لاطفال ذوي تلازم الداون، طبعا مع تعاون مركز العون. جميل، حلو. طب رنا، اي عمر عاده البالي؟ عادة الباليه يعني لما تيجي تبي تشتركي في كلاس الباليه، في الكلاس اللي انت كنت فيه تحديدا هنا في الرياض، بيطلبوا الاطفال من اعمار معينه، لكن هل في مواصفات ثانيه لازم تكون متوفره في الطفله، خلينا نقول اللي تبي تتدرب باليه، جسديا عمريا، ايش في المواصفات اللي لازم تكون متوفره في راقصه الباليه؟ طيب هو على حسب اول شيء، مثلا لو انت لما تبدي في هذا الموضوع، هل هدفك في الطويل انه تكوني واحده انه بروفيشنال بالموضوع زي كذا، ولا هدفك فقط انه البسطه وزي كذا؟ انا اشوف انه كله في الباليه، انه اهم شيء راحه النفس، انه التعبير زي كذا. فانا ما اتوقع بالنسبه لي لما انا مثلا اشوف الطالبات زي كذا، ما اشوف الجسم، ما اشوف انه في شيء زي كذا، لان كل شيء يتطور، يعني اختلاف الاهداف والرغبات، طريقه الحركات. بس كمان رنا اكيد رقصه الباليه ما ينفع تكون شويه تختوخه، يعني كلهم لازم يكونوا سكيني وسليم ونحاف، صح؟ تقدري تقولي كذا لو حتدخلي في البروفيشنال اندستري، انه من جد يعني رنا هي غزل بتقول لك كده عشان بس هي كانت فعلا حابه تكون لاعبه باليه، ترى بس المعلوميه انه غزل مره كانت حابه جدا انها تكون في يوم من الايام تلعب باليه. فهي غزل دحين تقدر تلعب باليه في هذا العمر مثلا؟ هي مو كبيره بس هو اتس نيفر تو ليت، اقدر اقول هذا الشيء. وتقدري الحين في جده، في جده باليه اكاديمي في كلاسز، انه تقدري تلتحقي في اي وقت، وحتى البنات التخان يقدروا، صح؟ كل احد يقدر. أيوة. انه في النهايه هو اهم شيء بنفسك البسطه والتعبير على النفس، صحيح، انه ما اهم هو شيء الرغبات، ما هو جوع قلبه. يا سلام، حلو. طيب يا رنا ابغى اسالك، يعني بنعرف انه الباليه ليه لبس معين، طريقه تسريحه شعر معينه، كيكا اي بالضبط، بس خليني اعرف يعني ليش هذا الثيم المحدد لرقصه الباليه؟ طيب لكل شيء في له التراديشنز حقه، انه العادات زي كذا. فهو في الباليه اول ما بدا في هذا النظام، انه بدا انه البنت لازم يكون شعرها مرتب مشدود، الكعكه، فخلاص انه هذه الاشياء تبنته عبر السنين وصار نظام. طيب رنا خليني اسالك، ليش الان الى الان رياضه الباليه عندنا ما اخذت مساحتها، ما اخذت قدرها الكافي، بالرغم انه عندنا كثير بنات حابين الفكره دي او الفن ده، كثير بنات حتى صغار مثلا 4 5 سنين لما تيجي تسالي تقول لك انت ايش تبغى تصير لما تكبري، تقول لك ابغى اطلع راقصه باليه. ليش الى الان ما توفر عندنا المعاهد المتمكنه، المعاهد المتميزه؟ صار الموضوع كمان خلينا نقول دراسيا اكثر من انه هو ناخذه هوايه، يعني ايش اللي ينقصنا احنا هنا في السعوديه تتوفر عندنا اكاديميات زي اللي موجوده في فرنسا، زي اللي موجوده في روسيا مثلا؟ هذول كلهم ناس رائدين في مجال في الباليه، صح؟ طيب انا اشوف انه زمان، طبعا الحمد لله الحين كل شيء قاعد يتطور، كل شيء قاعد يتغير، لكن انا عن نفسي عشان كنت ملتحقه بهذا الشيء من انا صغيره، ما اشوف انه في السعوديه ينقص هذا الشيء. يعني انا من عمري كم، من قبل 10 سنين، يعني انت الحين داخله على 18 ان شاء الله، فبديت عمري 8، من 10 سنين ملتحقه بهذا الموضوع، وكنت بديته في الرياض وانتقلت جده وكمان لقيت معهد. فانا ما اشوف انه من نفسي بحياتي كان هذا الشيء ينقص، ممكن بس انه ما كان له
الكلام عنه ما كان كثير، بس اتوقع الحين كل شيء قاعد يتفتح، الرياضات الجديده كل شيء الحمد لله. يعني رنا ما شاء الله عمرك 17 سنه وسويتي زي ما قلتي برنامج جديد في الباليه اللي هو خاص لاطفال متلازمه داون، وهذا طبعا كانت حركه مره كويسه منك وجميله جدا. ابغاك تكلميني كده على مدى التاثير النفسي اللي لمستيه في هؤلاء الاطفال لما انت سويتي هذا البرنامج، ومدى تقبل أولياء الأمور بحكم أنه بالغالب أولياء الأمور بيخافوا على أولادهم اللي من هذه الفئة، وإيش توجهي لهم رسالة؟ طيب، فهو لما أنا عرضت لما عرضت المشروع في البداية ما عرضته أنه المشروع ما كان هدفه رقص الباليه، ولكن كان هدفه أنه ندخلهم الأمل، ندخل لهم الفرحة، صح، ندخل لهم انه عارفه اللي تقدروا تسووا الشيء اللي انتم تبغوه مهما كان. جميل. فلما انا عرضت هذا الموضوع كذا للمركز جاني دعم على طول، الحمد لله انه استقبلوني، وكان المشروع لسبع بنات. اقدر اقول انه ما شاء الله ما شاء الله كل يوم انا استمريت لمده شهرين معاهم، ما شاء الله كل كلاس كانوا يدخلوا في ابتسامه، وحوالين الكلاس اللي بتضحك اللي مبسوطه، ولما يطلعوا على طول انه ابله رنا شكرا مره احنا مره نحب الباليه، يجوا يحضنوني احنا وقاعدين فجاه نحبك ابله رنا نحب الباليه زي كذا، فتقدر تشوفي انه التاثير كان ايجابي. حلو. ومثلا احنا سوينا عرض في النهايه وكان الشيء ابدا ما توقعته انه البنات لما جينا نطلع قلت لهم انه انتم متوترين زي كذا، قالوا لا ليش نتوتر احنا حنسوي مره كويس، انه كانوا متحمسين للموضوع. حلو. كان شغف من عندهم طبعا، لانك طبعا رنا تقبلتيهم زي ما هم، او حبيتي انه انت تدعميهم في شيء معين، في اخترتي انه هم يكون لهم موهبه حتى لو ما كانوا مثلا داخلين الباليه عن حب او شغف كامل وكبير، لكن انت تقبلتيهم زي ما هم وحاولتي تدربيهم او توري موهبتهم للناس. بس كنت حابه اسالك الاهالي، هل الاهالي كانوا متقبلين هذا الموضوع انه اولادهم يجوا يتدربوا وكذا، برغم انه احنا عارفين قد ايه اهاليهم بيخافوا عليهم؟ الأهالي كانوا جدا متقبلين للموضوع، إنه كان في واحدة من الأمهات جت عندي شفتها صدفة وشكرتني وقالت لي كيف هذا الشيء أثر في بنتها، كيف إنه بنتها كانت مبسوطة إنه ترجع البيت تحكيها وزي كذا، فكان هذا شيء مرة فخر لي طبعًا. كيف إنه حتى لما يرجع البيت كانوا يبسطهم. نعم. وكيف إنه الأم نفسها مبسوطة في بنتها. أكيد طبعا، فالحمد لله إنه أنا ما شفت إنه أي أحد من الأهالي ضد الموضوع. جميل. يعني رنا محمد احنا كلنا فخورين فيك لانك سويتي حاجه زي كده لهؤلاء الاطفال اللي فعلا محتاجين بس انه احنا نتقبلهم في المجتمع وندمجهم فيه معانا. مره شكرا لتواجدك معانا اليوم، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا احنا نطلع فاصل واكيد نكمل.